عرفتوا من اكثر الرسائل اللي كتجيني في التعليقات، بغينا وصفه اللي تطول لنا الشعر ديالنا، بغينا وصفه اللي تحبس لنا تساقط الشعر، بغينا وصفه اللي تنبت لنا الخلفه وتملأ لنا الفراغات الاماميه وتعالج لنا مشكل الصلع. انا فعلا عندي وصفه غنبارطاجيها معاكم اليوم، وصفه بدون غسل ولا زيوت، عرفتوا كتطول الشعر بالليل وبالنهار. الا بغيتي شعرك يطول ليك، الا بغيتي شعرك يولي زوين يولي قوي وما يبقاش عندك الفراغات الزغبه توقف على الصح، استعملي هذه الوصفه اللي غنعطيك اليوم وغترحمي لي عليها الوالدين. هذه الوصفه ما تخليهاش تحبس عندك، بارطاجيها باش كاع الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال تساقط الشعر يجربوا هذه الوصفه ان شاء الله والشعر ديالهم يعني طوال. بالنسبه لهذه الوصفه سهله يعني بالاعشاب، وصفه بالاعشاب، وصفه من اقوى الوصفات الخارقه والمعجزه في علاج تساقط الشعر، في وقف التساقط، في تطويل الشعر وعلاج مشكل الصلع. هذه الوصفه ممكن ديروها حتى للبنيات الصغار، الوليدات الصغار، ممكن يديروها حتى الرجال. هي وصفه كما قلت لكم بلا زيوت بلا غسل بلا تماره بلا عذاب، وصفه سهله في البخاخ كيف ما كتشوفوا معايا. المهم باش ما نطولش عليكم في المقدمه، غندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات، طريقه التحضير. تبعوا معايا الفيديو حتى التالي، ولكن قبل ديروا ورقه وستيلو قيدوا هاد المكونات عندكم باش هكا الوصفه تبقى عندكم. المهم دابا غندوزو تشوفوا معايا المكونات كيف ما قلت لكم. وبالنسبه لنا الجداد نقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوش الانضمام للعائله ديالنا الا كنتو جداد وعجبكم المحتوى، تابوناو في لاشين، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وما تنسونيش احبابي من واحد لايك للفيديو، تنطلبكم خليوا لي اللايكات ديالكم، فبلايكات باش كتشجعوني باش كتخليوني انني نزيد نعطيكم يعني اكثر واكثر من الوصفات الناجحه والمجربه. وغادي نبداو على بركه الله. الوصفه ديالنا عندنا فيها اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا هو البصل الاحمر، غني عن التعريف. البصل الاحمر عنده فوائد عديده اللي كتعمل على تطويل الشعر، ومن بينها الماده ديال الكبريت اللي كيحتوي عليها البصل يعني بشكل كبير، هي اللي واحد الماده كتطول الشعر بزاف يعني كتحبس التساقط، كتقوي الزغبه، كتقوي البصيله، وكتحد من تساقط الشعر، كتملا الفراغات، كتعالج مشكل الصلع. يعني اي وحده او اي واحد عنده هذا المشكل هذا ديال الشعر اللي خفيف او لا ضعيف، او الشعر اللي الزغبه ضعيفه بزاف يعني دغيا كتكسر، هاد الوصفه واعره بزاف. مهم بصله متوسطه كتقطعوها بالقشور ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، عادي كتقطعوها بشكل عشوائي. كتاخذوا واحد الكاسرونه او اناء كتوضعوا فيه ديك البصله اللي قطعتو. عندنا هنا ثاني مكون هو حبوب القزبر او بذور القزبر، فهي متواجده عند العطار في ممشي تويني، غتلقاو هاد البذور ديال القزبر. غنستعملو منو جوج معالق كبار. البذور ديال القزبر بزاف يعني مزيان للشعر، مزيان بزاف يعني الفوائد ديالو كثيره بالنسبه للشعر، حتى هو كيقوي الشعر، تيطول الشعر. اولا بغيت نقول لكم هاد الفوائد ديالو ما غاديش يقدني الفيديو. المهم الحبوب ديال القزبر عنده فوائد عديده، ممكن تبحثوا عليها في جوجل. عندي هنايا ثالث مكون هو القرنفل او لا عود النوار او لا عود المسمار، كل بلد وباش كيسميوه. بالنسبه للقرنفل هو غني عن التعريف كيف ما كتعرفوا، مزيان بزاف للشعر والريحه ديالو غزاله يا سلام. فهو كان كيتستعمل كيف ما تتعرفوا في الوصفات التقليديه اللي كانوا كيستعملوها الجدات ديالنا الامهات ديالنا، مزيان بزاف للشعر وما كيخليش الشعر كيطيح، كيقوي الشعر بزاف والشعر تيولي قوي وكثيف بعد ما كتستعملوا القرنفل. عندي هنا يا رابع مكون كيف ما كتشوفوا معايا هو الخزامه. الخزامه واعره بزاف وزوينه بزاف للشعر. بالنسبه للخزامه صراحه انا كنت كنستعملها ملي كنت صغيره، كنت كنستعملها مع الزيت، هي زوينه بزاف مع زيت الزيتون، زوينه بزاف. وسبق لي شاركت معاكم واحد الوصفه بالخزامه مع زيت الزيتون، هي زوينه يعني كتدهني بها الشعر ديالك قبل ما تمشي للحمام، يعني كتشقي بها شعرك وكتدهني بها شعرك، الشعر تيرطاب تيطوال تيزيان بزاف. الخزامه زوينه للشعر، غادي نستعملوا منها هنايا ملعقه كبيره كيف ما شفتوا معايا. عندي ايضا في الوصفه الازير او اليازير او الاكليل الجبل او الروزماري. انا عندي هنايا اليازير بلدي، اي حاجه بلديه كتكون مزيانه. اليازير
من اهم الفوائد ديالو هو انه كيوقف وكيحد من تساقط الشعر. تساقط الشعر اللي كيكون عند الناس بزاف كيعانيوا منه، استعملوا هذه الوصفة هذه اللي فيها اليزير، فهو ممتاز جدا جدا لتساقط الشعر. غادي نستعملوا منه ملعقة كبيرة كيف ما شفتوا معايا، ومن احسن من احسن تاخذوا اليزير بلدي من تمشوا عند العطار قولوا له يعطيكم اليزير البلدي. اي حاجه خديتوها خذوا الحاجه اللي كتكون بلديه فهي كتكون مزيانه. عندي هنايا عندي هنايا الزعتر كيف ما كتشوفوا معايا، الزعتر مزيان حتى هو لتساقط الشعر، مفيد بزاف، وحتى هو يعني عنده بزاف ديال الفوائد بالنسبه للشعر، من بينهم انه كيف ما كنقول لكم دائما في الوصفات اللي كنستعمل فيهم الزعتر، هو مزيان للناس اللي عندهم الحكه عندهم الحساسيه في الفروه ديال الراس ديالهم، فهو ما كيخليش الحساسيه وديك الحكه، يعني مزيان بزاف. ممكن تستعملوه كغسول يومي للشعر، مزيان بزاف الا كنتو كتعانيوا من الحكه في فروه الراس. عندي هنا الحبه السوداء او حبه البركه. الحبه السوداء راه مزيانه بزاف في الشعر راكم كتعرفوا، مزيانه تتقوي الشعر تطول الشعر، حتى هي يعني كتملأ الفراغات وكتعالج المشاكل ديال الشعر اللي ضعيف اللي خفيف اللي ما كيطوالش، يعني كيوصل واحد الحد وما كيزيدش طوال كاع عجزان. الحبه السوداء مفيده، وهذه الوصفه اللي غادي نشارك معاكم اليوم مجربه مليون في المئه، جربوها وردوا عليا الخبر. غير واحد النقطه مهمه، راكم ما كتبعوش الوصفات يعني بانتظام، تبعوا الوصفه يعني الا بغيتوها تعطيكم نتيجه داوموا عليها، وانا غنقول لكم كيفاش غادي تستعملوها في الاخر ديال الفيديو. المهم غير بقاو معايا حتى التالي. هنا كناخذوا نص لتر ديال الماء وكنضيفوه على هاد المكونات هادو اللي درنا كاملين، نص لتر يعني نصف لتر ديال الماء، نص لتر ديال الماء. دابا غادي نديهم على النار متوسطه، نخليهم نص ساعه وغنرجع معاكم، يعني نصف يعني نص ساعه والنار تكون متوسطه. دابا من بعد ما طبخوا انا رجعت معاكم، غلاو مزيان وطبخوا هاد المكونات هادو. انتم كي كتشوفوا معايا البصله راها كتبان طابت، يعني كتخليهم واحد المده كافيه باش يطلقوا الفوائد ديالهم. صافي دابا غادي ناخذوا هاد حنا غنحتاجوا غير هاد الماء. دابا غادي نصفيو هاد المكونات، نتوما خليو حتى يبردو، يعني غطيو هاد الكاسرونه وخليو هاد الشيء حتى يبرد عاد باش غادي تصفيوه. انا هنا ما عنديش الوقت صراحه، انا غادي نصفيه يعني باش نكمل لكم التصوير ديال الفيديو او التصوير ديال الوصفه، غادي نصور، ولكن نتوما خليو حتى يبردو باش هكا يطلقوا كل الفوائد ديالهم مزيان وعاد باش تصفيو. المهم انا غنصفي هنايا، انتم كي كتشوفوا معايا كديروا واحد الصفايه وكتصفيو وكتاخذوا غير هذا الماء، خلاص هو دابا كاع يعني المكونات اللي درنا طلقوا فيه الفوائد ديالهم. المهم تديروا نص لتر ديال الماء، غيديكم بحال تقولوا غيديكم اسبوع يعني ديال الاستعمال. شوفوا الماء اللون ديالو كيفاش داير، خاصو هكا يكون، يعني خاص المكونات يطلقوا مزيان باش هاد المحلول ديال الاعشاب يعطيكم نتيجه ملي تستعملوه. صافي دابا غادي ناخذ واحد البخاخ، ضروري بخاخ، الا ما عندكش اختي بخاخ غادي تشريه، كيديروا 2 دراهم 3 دراهم. البخاخ غيخلي ان هاد المحلول هذا يتغلغل لك في الفروه ديال الراس ويوصل لك للبصيله بسرعه، لانه ملي كترشي البخاخ كيرش بواحد السرعه اللي كتخلي ان داك الماء كيوصل لك دغيا للبصيله ديال الشعر، ماشي بحال الا هزيتي الماء بيدك وشققتي به راسك، لا كاين فرق كبير الا استعملتي البخاخ كيعطي نتيجه احسن واحسن. مهم بالنسبه للبخاخ كيف ما كتشوفوا معايا كديروا فيه هاد الماء، بالنسبه للماء اللي كيبقى لكم كديروه في شي قريعه وكديروهم في الثلاجه يعني بجوج. هاد المحلول دابا راه الصيف يعني ماشي مشكل، يعني الحال سخون كتبقاو كتاخذوه كتبقاو تجبدوا من الثلاجه كترشوا به الفروه ديال الراس ديالكم هي الاولى مزيان، حتى كتحسوا بان كاع البلايص رشيتوهم، يعني من الفراغات الاماميه يعني من القدام ديال الجبهه حتى يعني الرقبه، يعني الراس ديالك كامل الفروه ديال الراس كترشي عليها. كديري واحد التدليك باطراف الاصابع
كتهبطي راسك باش الدوره الدمويه كتحرك، وبالتالي هاد الماء كيستافدوا منه البصيلات ديال الشعر. بالنسبه لهاد البخاخ كترشوه حتى على الشعر ديالكم لانه هو زوين للشعر، ملي كتستعملوه الفروه ديال الراس وكديروا التدليك وكتساليو كترشوه على الشعر ديالكم مزيان صافي، وكتخليو شعركم كينشف. هاد العمليه كديروها 2 مرات، 3 في النهار، على الا قدرتوا ديروها 3 ديروها، قدرتوا ديروها غير 2 مرات ديروها 2 مرات. يعني كديريها مثلا في الصباح تخلي حتى شعرك تينشف بحال هكا نص نهار وتديريه، وعاودي ديريها في العشيه. هاد المحلول تتخليه في الثلاجه ضروري، ديريه في الباب ديال الثلاجه. غديري هاد الشيء يومين، نهار الثالث غتغسلي شعرك وكتعاودي ملي ينشف لك شعرك كتنشفيه وكيكون ناشف، من بعد تتخلي تغسليه بحال اليوم لغدا ليه، كتعاودي تستعملي داك الماء اللي بقالك الاخر يعني اللي احتفظتي به. يعني كديري هاد الماء تيديك واحد سيمانه يعني اسبوع، وهاد العمليه دي كتستمر عليها لمده شهر. التساقط غيحبس، الخلفه غادي تبدا تنبت، شعرك غيبدا كيقوى، الفراغات الاماميه غيبداو كيعمروا. الا كان عندك مشكل الصلاه الشعر ديالك كيبدا تينبت، هاد الوصفة عن تجربة والله العظيم الا جربوها، وغادي ترحموا لي عليها الوالدين، انا متأكدة من اقوى الوصفات اللي النتائج ديالها معجزة صراحة في تقوية الشعر وفي اطالة الشعر. المهم كان هذا هو لا فيديو اللي بغيت نقسم معاكم اليوم، ونتمنى يعجبكم، وما تنسونيش غير من لايكات الفيديو، انا بغيتكم تخليوا لي عدد كبير من اللايكات وتوصلوا هاد الوصفة لاكبر عدد من اللايكات لانها كتستاهل. ولهنا وصلت نهاية الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعة وفي أمان الله.